السلام عليكم، مرحبا بكم نتجي على تقديم كل جديد حول أخبار الساعة وقضايا المجتمع الجزائري. اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديد، ولا تنسوني بإعجاب وترك أسئلتكم في التعليقات. السلام عليكم، اليوم جبت لكم كارثة انقلاب أحد القوارب. كما قلت لكم في الفيديو السابق، الحراقة فقدوا حياتهم قبال واد ريغا بولاية كيكدا، شبان في عمر الزهور. هذا الصور تحم، ولحد الساعة البحث متواصل على المفقودين، لكن للأسف دون وجود يعني أي أثر للبقية. نسأل الله لهم السلامة، ولتوفى وربي يرحمهم وربي صبر داويهم يا رب.